شاومي ريدمي نوت 9 برو 5G جاء بشاشة ضخمة ودعم شبكات اتصال الجيل الخامس، ينتمي لفئة الهواتف المتوسطة المواصفات. فلنتعرف عليه. مراجعة سريعة. في نظرة أولية عليه، التصميم بحواف جانبية نحيفة وبدون نوتش، لكنه بثقب أعلى الشاشة يحتوي كاميرا سيلفي، مع وجود مستشعر للبصمة في جانب الهاتف مع منفذ USB من نوع C ومنفذ سماعة الأذن 3.5 ملم. تصميم الهاتف من الخلف اعتمد على دائرة تستوعب الكاميرات الخلفية، وهو بتصميم يذكرنا بهاتف Mate 30 Pro. الهاتف مقاوم لرذاذ الماء والغبار بمعيار IP53. وزن الهاتف 215 جراما بسماكة 9 ملم والطول 16.5 سنتيمتر والعرض 7.6 سنتيمتر، ويدعم تركيبة شريحتي اتصال ويدعم شبكات الجيل الخامس كما ذكرنا في مقدمة التقرير. يتميز الهاتف أيضا باحتوائه على 11 هوائيا منتشرا حول الهاتف لضمان استقبال جيد لإشارات الجيل الخامس 5G وشبكات الواي فاي والبلوتوث. الشاشة مقاسها 6.67 إنش محمية بطبقة غوريلا جلاس 5 بدقة Full HD Plus بكثافة 395 بكسل بالإنش بأبعاد طولية 20:9 من نوع IPS LCD، وتدعم تقنية HDR10 وبمعدل تحديث 120 هرتز، وهذا شيء جيد لهاتف ينتمي للفئة المتوسطة، وهو خبر رائع لعشاق الألعاب، لكن انتبه من استنزافها للبطارية. من حيث الأداء، يعمل بنظام أندرويد 10 مع واجهة MIUI 12 من شاومي، والمعالج 8 سناب دراجون 750G 5G بسرعة تردد تصل حتى 2.2 جيجا هرتز، ومعالج رسوميات من نوع أدرينو 619 مع 3 نسخ من حيث الرام وذاكرة التخزين الداخلية، الأولى 8 جيجا بايت ل256 جيجا بايت، والثانية 8 جيجا بايت وذاكرة التخزين 128 جيجا بايت، والثالثة 6 جيجا بايت وبنفس الذاكرة، ويمكن تركيب ذاكرة خارجية حتى 256 جيجا بايت. يأتي الهاتف بكاميرا خلفية رباعية العدسة، الأولى بدقة 108 ميجا بيكسل وفتحة عدسة 1.8، والثانية بدقة 8 ميجا بيكسل بزاوية رؤية واسعة بفتحة عدسة 2.2، بينما العدسة الثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل ماكرو لتصوير العناصر القريبة بفتحة عدسة 2.4، والرابعة بدقة 2 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة 2.4 لدعم عمق التصوير. الكاميرات تأتي مزودة بفلاش مزدوج وتدعم تقنية HDR والبانوراما. الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل وتدعم تقنية الـ HDR والبانوراما. البطارية غير قابلة للإزالة بسعة 4820 ميلي أمبير، ستقدم شحنا من 0 إلى 100% في غضون 58 دقيقة حسب ما قالت الشركة. يأتي بعدة خيارات من الألوان الرمادي والأحمر والأرجواني. بالنسبة للأسعار في السوق الصينية، بسعر يبدأ من $245 لنسخة رام 6 جيجا بايت وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت، وبسعر $275 لنسخة رام 8 جيجا بايت وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت، وبسعر $310 لنسخة رام 8 جيجا بايت وذاكرة تخزين 256 جيجا بايت. الهاتف مناسب لمحبي الشاشات الكبيرة من أصحاب الميزانيات المتوسطة، وبنفس الوقت يبحثون عن مواصفات جيدة. نترككم مع سعر الهاتف نسخة رام 6 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا بايت لهاتف شاومي ريدمي نوت 9 برو 5G.